وعي المواطن تجاه نهضة وعودة الاقتصاد الوطني في سوريا هو عنوان المحاضرة التي ألقاها الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دورة الأعداد المركزية التي تقيمها منظمة اتحاد شبيبة الثورة لقيادات الروابط الشبيبية في مكتبة الأسد الوطنية بحضور الرفيق معن عبود رئيس اتحاد الشبيبة وسبعين مشاركا من محافظات القطر. هو اللقاء مع مستقبل سوريا الواعد كان حديث شفاف حول هموم الشباب، سوريا ما بعد الأزمة، سوريا الانتصار. أعتقد ما طرحوا كان ينم عن حبهم لهالوطن، عن إيمانهم بتضحيات الجيش وثقتهم بالسيد الرئيس. الإجابات كانت حول الواقع، معلومات هن قد لا يعرفونها وقد يعرفونها، عن انتصار سوريا العسكري وعن دوران العجلة الاقتصادية وما قدمته الحكومة بتوجيهات السيد الرئيس كدعم للصناعيين وما تقدمه لتأمين كافة مستلزمات الصمود. كان في عدة محاور بهاي الدورة الإعداد الكادر القيادي، اليوم ختامها مع السيد وزير التمهيد. أطلع رفاقنا الشباب أو قيادات الموجودة بهاي الدورة على الواقع التمهيدي بسوريا والواقع الاقتصادي، وبالتالي بحاجة كوادرنا غير التثقيف السياسي أيضا يكونوا مطلعين على الواقع الاقتصادي لبلدهم، وبالتالي ينقلونها بأمانة لمؤسساتهم الاتحادية من خلال رفاقنا الشبيبين من خلال الاجتماعات أو اللقاءات الدورية. سوريا ستبقى وشعبها حاضرة في كل الأنشطة والفعاليات على جميع المستويات، دلالة على صمودها وعودة الحياة والاستقرار للبلاد.